هاي أكتريتنا منتسلى بفعل بابل رابس أو الفقاعات الهوائية، ودراسة نفسية أجريت بال 1992 على مجموعة من الأشخاص دلت أنه بيكونوا مرتاحين أكثر وتعبانين أقل بعد جلسة تفقيع هالجيوب الهوائية الصغيرة بسبب ارتباطها بحاسة اللمس. سنة 2012 أجرت إحدى الشركات الرئيسية المصنعة للبابل راب استطلاع تبين من خلاله أنه تأثير دقيقة تفقيع واحدة على تخفيف الإجهاد بتوازي 33 دقيقة تدليك. مصنعي البابل راب منن المنظمة الوحيدة يلي بتعترف بفوائد التفقيع بمحاربة الإجهاد، ومؤخراً قدمت جامعة بريستل ببريطانيا مربعات من البابل رابس لطلابها لتساعدهم بمحاربة القلق. مين قال إنه الموظفين بإحدى أبرز الشركات العاملة بمجال التوضيب بالولايات المتحدة بيحصلوا على حاجتهم الخاصة للفقاعات الهوائية لمحاربة السترس؟ أنا قال بشوفكم بكرة.